السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم الناس؟ نتمنى تكونوا بأفضل حال إن شاء الله. اليوم غادي نصوبو مع بعضياتنا لا سوب ديال بروكولي وشامبينيون فخي بالكريم فريش. كتجي لذيذة بزاف بزاف وصحية. نبداو مع المقادير. عندي هنايا جوج بطاطات متوسطين اللي نقيتهم وغسلتهم وقطعتهم بحال هكا رقاق. عندي هنايا واحد 200 غرام ديال البروكولي اللي غسلته حتى هو وقطعته رقيق. انا خليت الطريفه باش نوريكم هانتوما كتقطع رقيق. واحد 200 غرام ديال الشامبينيون حتى 300 غرام اللي غسلته وقطعته حتى هو بحال هكا شامبينيون فقيه فري اللي طري. عندي واحد جوج بصلات متوسطين اللي شلتهم هكا رقاق قطعتهم هكا شنيفات رقاق. هاد الخضره كلها مقطوعه رقيقه باش تبينها دغيا. عندي واحد 3 د الحبات ل 4 ديال الكورجيت اللي حتى هو مغسول ومنقي ومقطع بحال هكا رقيق. غادي نحتاج واحد 200 مليلتر ديال الماء، 200 مليلتر ديال لا كريم فريش. عندي واحد المعلقه صغيره عامره مزيان بالثوم بودره، البزار واحد المعلقه صغيره، الملح حسب الذوق. وغادي نحتاج واحد 4 ديال المعالق ديال زيت العود او زيت الزيتون فاش غادي نشحر هاد الخضره، مع جوج معالق كبار ديال الزبده. كناخذ مقله غادي ندير فيها الزيت، واحد 4 ديال المعالق ديال الزيت العود، واحد جوج معالق كبار ديال الزبده، وغادي ندير معاهم البصيله. هادشي كامل غادي نشحرو على نار هادئه باش ما تحرقناش الخضره وتشحر مزيان. غادي ندير البصله تشحر ونرجعو ان شاء الله باش نشوفو حتى تما. صافي دابا من بعد ما تشحرات تنشوفو البصله ديالنا رجعات الزبيده والزويته. غادي نضيف الشامبينيون، وغادي نخليه حتى هو يتشحر حتى ينزل مزيان على النار هادئه. صافي غنغطيو عليها بحال هكا نقيلو ونخليو ونرجعو من بعد. هانتوما كتشوفو من بعد ما تشحر الشامبينيون شويه ونزل غادي نضيف البروكولي هو نخليو بحال هكا ونغطيو ونخليو حتى هو يتشحر شويه ونرجعو. هانتوما بزاف كتشوفو من بعد ما تشحر هداك البروكولي حتى هو غادي نضيفو الكونجيل. صافي غنخليوها تشحر ونرجعو باش نشوفو تزيد ما ان شاء الله. صافي البنات هانتوما كتشوفو داك الكونجيل حتى هو راه تشحر مزيان بحال هكا. غادي نضيفو البطاطا حتى هي راه مقطعة رقيق. صافي تاهي تشحر واحد شويه هي راه دغيا كتهبط تشحر ونرجعو ان شاء الله باش نشوفو حتى تما. صافي البنات هانتوما كتشوفو من بعد ما تشحرات هاد الخضيره كلها غادي نضيف ديك 200 مليلتر ديال الماء، ما يعادل كاس كبير ديال الماء، وغادي نضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الثوم بودرة. شوية ديال البزار، نص معلقة ديال البزار. صافي وغادي نخليها تغلي واحد شوية، واحد جوج دقايق حتى ثلاثة، ونتلاقاو باش نطحنوها ان شاء الله ونشوفو حتى تما. هانتوما البنات كتشوفو من بعد ما طابت ملي غلات داك الكاس ديال الماء غير شوية واحد جوج دقايق ولا ثلاثة صافي كنطفيو عليها. غادي نطحنها بالميكسور نطحنها باش ما نديرش الصداع، من بعد نرجعو ان شاء الله باش نشوفو حتى تما. صافي البنات هانتوما كتشوفو من بعد ما طحنتها الا جاتكم تقيلة شوية تقدو تزيدو شوية ديال الماء. دابا غادي نضيف داك 200 مليلتر ديال الكريم فريش وغادي نعاود نطحنها شوية ونرجعو باش نشوفو الشكل النهائي ديالها. تيكون عندنا الشكل النهائي ديال لا سوب ديالنا. نتوما تشوفو كيفاش كتجي، كتجي خاسرة وزوينة وكتجي لذيذة صدقوني. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وبالصحة والراحة.